فوق الشبهات. مرحبا بكم. شبهة اليوم الاستعباد. هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية. يقول الإشكال: لماذا شرع الإسلام الاستعباد؟ ولماذا في الفتوحات الإسلامية حتى في زمن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله يقوم الجيش الإسلامي الفاتح بأخذ النساء ويبيعهن كسبايا؟ لابد من معرفة مسألة مهمة متعلقة بهذا الموضوع، وهي أن قضية الاستعباد والاستغلال الجنسي واستغلال الأيدي العاملة تعتبر إحدى الاستراتيجيات الجينية للانتشار والبقاء والعبور إلى الأجيال اللاحقة، وهذا واضح من وجودها وبقائها عبر التاريخ التطوري وإلى اليوم في أكثر من مملكة حيوانية. وخير مثال لهذا الاستغلال هو طائر الوقواق الذي يستغل الطيور الأخرى لتحضن بيضه وصغاره وتخدمه، وأيضا النمل الذي يقوم باستعباد بعض الحشرات وأنواع نمل أخرى. والهومو سابينس باعتباره جسد يمثل مستعمرة جينية مارس عملية الاستغلال عبر تاريخه، وإلى وقت قريب نسبيا كانت أبشع طرق الاستعباد تمارس في أمريكا، فلم يكن الاكتفاء باستغلال عمل العبيد بل ممارسة التعذيب والامتهان بحقهم. ولا يزال إلى اليوم أفراد الهومو سابينس يمارسون الاستغلال متى سنحت لهم الفرصة للفرار بفعلتهم دون عقاب. وقصص الاستغلال الجنسي بالاغتصاب أو بالخداع أو بأي وسيلة أخرى كثيرة ومستمرة الحدوث إلى يومنا هذا. وبالنسبة لنا نحن نرى أن الاستعباد موجود اليوم بأقبح صورة يمكن تخيلها، ولكنه ليس استعباد فردي للحصول على قوة عمل ذلك الفرد واستغلاله، بل استغلال واستعباد أمم ودول وشعوب. وما حصل في ليبيا وسوريا واليمن يمكن أن نقرأه بصورة أخرى، فقد كانت في إحدى جنباتها عملية قذرة لجني رؤوس الأموال التي فرت من تلك الدول إلى دولة عربية أخرى كان اقتصادها يترنح في عام 2008، أو الاستفادة من تجميد اقتصاد تلك الدول لمصلحة دول أخرى. وهكذا تم حلب اقتصاد الشعبين السوري واليمني اللذين أصلا يعاني الكثير منهم الفقر والعوز لصالح دولة عربية غنية مثلت دور الضبع الذي يستغل الفرص لينقض على الجثة أو الحيوان الجريح. فالاستعباد اليوم أكبر بكثير منه قبل 1000 أو 2000 عام. اليوم تستغل شعوب بأكملها متى ما سنحت الفرصة لاستغلالها. فالأفراد صحيح أنهم أحرار وليسوا عبيد بحسب المفهوم السائد عن العبودية، ولا يوجد من يستغل جهدهم وعملهم الفردي بصورة مباشرة وفردية، ولكن في الواقع أن عملهم وجهدهم الشخصي بل وربما جهد آبائهم وأجدادهم كله يتم استغلاله والاستحواذ عليه بخلطة اقتصادية عسكرية سياسية. يبدو أن العبودية بصيغتها القديمة غير مجدية اليوم، بل المجدي الذهاب مباشرة إلى الفائدة التي ترجى من وراء العبودية، وهي الاقتصاد والاستحواذ على الإنتاج والعمل والمقدرات متى ما سنحت الفرصة لبعض الدول والحكومات، أو قل الضباع البشرية. أما الإسلام كدين فهو لم يأتي بالاستعباد، بل هو موجود قبل الإسلام، وكل دول العالم أو تجمعات الهومو سابينس كانت تمارسه في حروبها، ولم يكن بمقدور الجيش الإسلامي في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وآله التنازل عنه
لأن التنازل عنه حينها يعني الخسارة والاندثار الفوري، وحتى قبل أن يبدأ الإسلام بالانتشار في جزيرة العربية. فإذا لم يعلم منافسوك أنك ستعاقبهم من نفس نوع عقوبتهم لك، لن يرتدعوا عنك ولن يتركوك بسلام. ولهذا قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فتجد الرسول محمد صلى الله عليه وآله حاول تقديم بديل الصبر على الأذى، فأطلق أسارى بدر ولم يستعبدهم. وهذه بادرة واضحة مناقضة تماما لما كان يمارس بحق أمثالهم في ذلك الوقت. ولكن هل سيقابلك الطرف الآخر بهكذا تصرف؟ وإذا كان الجواب لا، كما هو الواقع في ذلك الوقت، فإلى أي مدى يمكنك أن تسير بهذا الاتجاه وتضمن البقاء والاستمرار؟ حقيقة الأمر محصور بحل وحيد، وهو العمل بالممكن وضمن المتاح في تلك الظروف والبيئة الحيوانية القاسية التي كانت تسيطر على عقول الهومو سابينس في ذلك الوقت. فلم يكن أمام الإسلام غير تنظيم هذا الاستعباد بطريقة ستؤدي مع الوقت إلى إلغائه والاشمئزاز منه. فساوى الإسلام بين الحر والعبد أمام الله سبحانه وفي قيمتهم الإنسانية، وجعل الإسلام الإحسان للعبد وإطلاقه من أفضل القربات إلى الله، إلى غير ذلك من تشريعات المفروض أن تكون نتيجتها أن النفوس مع الوقت ستشمئز وتألف من الاستغلال البدني أو الجنسي وتعتبره أمر مرفوض وغير مقبول. ولا شك أن هذه التشريعات الإسلامية والتي انتشرت عبر العالم وبين الشعوب كان لها قدم سبق في تقبل الهومو سابينس على هذه الأرض لتحريم الاستعباد ومنعه شيئا فشيئا. وفقط للتنبيه في هذا الجواب، استعملنا لفظ الهومو سابينس وليس الإنسان عن قصد للإشارة لجنبته الجينية والحيوانية والتي تدفعه إلى الاستعباد أو الاستغلال بشقيه الجنسي والعمل. هذا البرنامج برعاية معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية.